سبيل سبيل نهاية الموسم الأول من برنامج نور خانم وكل أغراضي وعطش بيتي سبيل. قرب يا حباب، قرب يا شاطر. المزهرية سبيل، تليفون سبيل، تفضل تفضل، كله سبيل، والتليفون سبيل، والزريعة سبيل، تفضل. لحظة، قلت عاشت نور خانم؟ عاشت نور خانم، قول عاشت نور خانم. عاشت نور خانم، ايوه. الله لا يسامحه اللي بياخد قطعة وما بيقول عاشت نور خانم، بس سهل أنا ولا شلون؟ لعيب حافظ الأسد سبيل سبيل، والله لا يسامحه ياخذ قطعة وما يقرأ الفاتحة. الله لا يسامحه ياخذ قطعة وما يقرأ الفاتحة على روح حافظ الأسد. سبيل سبيل حجي على روح حافظ الأسد، بس اقرأ الفاتحة يستاهل اللعيب. الله لا يسامحه ما يقرأ الفاتحة على روحها. سبيل رحمة الله عليه خليج الروح الطيبة. يستاهل الزعيم، يعني إذا ما وزعنا بالي على روحه، على روح مين بدنا نوزع؟ يلعن روح البالي وساعتها. يلا خليها الناس تفرح وتنبسط. شباب، صورتوا الناس اللي أخذوا الغراض؟ ما صورتوهم؟ لا، كل حدا أخذ غرض يرجعوا فوراً. نحن القنوات المغرضة ما بنعطي شيء ببلاش، لازم بمنية، ولازم كل واحد أخذ شغلة يتصور وينحط على عينه. في إنخل أيضاً تم توزيع 450 سلة غذائية كمساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة الروسية إلى الأسر في المدينة. رجع لورا، رجع لورا انت وياه، تاخذ سلتك الغذائيه بتتصور وترجع لورا. شو هالروسيا هي؟ ما خلت نوع دعم الا وقدمته لهالشعب المسكين. الله الهي هيك يطول بعمرهم ويعيش ويدعمه. تعالهم، انت اللي اخذت التليفون، تعالهم تعال. قلت شكرا نور خانم، قول كمان مره برافو عليك. يلا انصرف، تكثر خير اللي هداها، تكثر خير روسي الشخص اللي هدتنا المساعدات. طبعا روسي قدمت كل ما تبذل من جهد، من إعانات، من دعم عسكري، من دعم مادي معنوي، شكرا لها. الله يعافيهم والله يمد بعمارهم، الله يقويهم يا رب. مساعدات رمزية جويدة، وهذه المساعدات التي تقدم هي يعني عبارة عن شيء رمزي يقدم إلى أهالي مدينة إنخل، والمعنى كبير. هلأ صح المساعدات علبة زيت وكيلو سكر؟ مساعدات رمزية يعني، بس المعنى كبير، كبير كتير. والله ما في مثلها الروسيا، يعني ما بيكفي نشكرها، لازم نهتفلها كمان. اهتفوا لروسيا لشوف. ليكونوا مفكرين صرنا ببلد محتل وروسيا عم تسرح وتمرح بالبلد على كيفها، غلطانين بتكونوا. نحن من يوم يومنا بلد ذات سيادة، إن شاء الله مين ما فات ووزع له كيسين معونات بنصير نحتفله. هتاف بس لعيلة الأسد. في إنخل أيضاً تم توزيع 450 سلة غذائية. 450 حصة غذائية وزعت للأهالي الذين اعتبروها الهدية الرمز للمحبة والسلام، كمساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة الروسية إلى الأسر في المدينة. المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي من الحكومة الروسية. التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار. 450 سلة؟ جايرين على حالكم والله. لك أجرة المواصلات والتغطية الإعلامية لهالإيفنت بتكلف أكثر. أربع قنوات نقل لهالحدث العظيم، فضائية السورية وسما وروسيا اليوم وسبوتنيك، كل هدول على 450 علبة زيت. بس لحظة شوي، بعد إذن إعلامنا الوطني، يعني أنتم متأكدين أنه الجيش العربي السوري هو اللي أعاد الأمن والاستقرار لمدينة إنخل؟ دوريات الشرطة العسكرية الروسية التي كانت الوسيط الأكبر في إنهاء الحرب في هذه القرى تكمل دورها في إيصال المساعدات الدائمة لمن يحتاجها في وقت لم يعد فيه لقاء ممثلي الدولة بالناس هنا بحاجة إلى وسيط. مو من عندي الحكي، أنا ما قلت شيء، هذا كلام قناة روسيا اليوم حبيبتكم. يعني عم تقلكم أنه الشرطة العسكرية الروسية هي الوسيط اللي خلى حكومتكم الرشيدة تدخل على درعا، ولولاهم لولاهم ما كنتوا تحلموا تشوفوا أو تقابلوا مواطن منشق.
وأسلم لي على الجيش العربي السوري. اليوم هناك فعالية كبيرة جدا هنا من قبل أهالي هذه البلدة، كما كنا نقول هذه البلدة التي كانوا يعولون عليها، ولكن اليوم بشيبها بشبابها تقف إلى جانب الجيش العربي السوري، إلى جانب الوطن. بالأمس كانت هناك مسيرة كبرى في درعا، واليوم أيضا احتفال شعبي كبير في مدينة إنخل. يقيمون عرسا وطنيا جماهيريا كبيرا، كما تتزامن هذه الأعراس مع انتصارات بواسط قواتنا المسلحة. كما نشاهد بعدسة الزميل عدنان، يعني حشود كبيرة أتت إلى هذه البلدة من عدد كبير من البلدات المجاورة. لك مصرين تكابروا، لك أمي مصرين أنه أنتوا اللي قتلتوا وحررتوا وانتصرتوا، أنتوا بس احتفلتوا. الله يرضى عليكم بقى، لا تعلوا على زعيمتكم روسيا، خلص اسمعوا الكلمة ولا تنزعوا فرحة الانتصار. شو مهمكم هلأ أنتوا مين انتصر ومين حرر؟ المهم الدبكة شغالة. يعني ينهون أسباب الحياة، يعني يقتل فيه الفن. أنا واثق تماما بأنه هذه الدبكة التي شاهدناها هنا كانت ممنوعة هناك، يعني مؤكد بسبب بأنه أولا يحرم الرقص، وهذا نوع من الرقص بالنسبة لهم، يحرم الرقص، يحرم الغناء، يحرم العزف فقط إلا على ما يسموه المزهر. يعني طبعا اللي بيعرف الموسيقى هو عبارة عن آلة إيقاعية، المزهر أو حتى النايل الراعي فقط، وبالتالي هو نوع من الظلامية، نوع من قتل الحياة، محاولة قتل الحياة. الظلامية وقتل الحياة، والله ما تشوف الظلاميين شو كانوا عاملين بدرعة ببداية الثورة، لتترك الاستوديو وتنزل ترقص معهم دحية. ظلاميين ما عندهم غير هاي الآلة، شو اسمها، المزهر والنايل الراعي. على فكرة حتى اللي بيدقوا على المزهر وبيعزفوا على الناي ما هم ظلاميين، بس لعلمك هاي الناس اللي طلعت بال2011 ما طلعت مشان علبة زيت وكيس سكر وتياب بالي، هدول طلعوا مشان الكرامة، لأنه ما ضل شرطة بالعالم إلا وحاربتهم، خسروا كتير وما ربحوا شيء إلا هالأغاني. لكن الروح نجيب بشر خايف وبشر خايف سورية، قتلنا عروسية بشر خايف سورية والشعب الله حامية.